رسالة ربنا لينا النهاردة: اطلبوا، اطلبوا ليكون فرحكم كاملا، اطلبوا فتأخذوا فيكون فرحكم كاملا. لكن ماذا تطلب؟ ربنا بيوعدك انه اذا طلبت يديلك، ولكن ماذا تطلب؟ كثير من الاوقات حينما نطلب اشياء ليست حسب إرادة الله، ليست في خطة الله في حياتك، تطلب ولا تأخذ لأنها خارج إرادة الله. وبالتالي هنا أول طلبة بنطلبها من ربنا أن روحك القدوس لا تنزعه مني، روح الله يظل عاملا منيرا في داخل قلبك من أجل أنه يعطيك حكمة، ينير عقلك، ينير مشاعرك، ينير حياتك، من أجل أنك تطلب بحسب إرادة الله. فحينما تطلب أن روح الله القدوس دائما معك ولا ينطفئ ولا يحزن ولا تجدف على روح الله القدوس، ولكن تنصت وتسمع وتعمل بحسب إرادة الله في داخل قلبك، ربنا هنا يعطيك: تسألون فتأخذون ليكون فرحكم كاملا. والفرق بين أنك أنت تأخذ ما هو للعالم وما هو لله. عشان كده ابتدى المسيح قال لنا: العالم يفرح وأنتم تحزنون. في فرق كبير جدا ما بين فرح العالم، هتأخذ فرح العالم بس هتحزن، ولكن حتى لو تألمت من أجل المسيح وتجبدت حزنا، ده بيعود إليك بالفرح الكامل اللي لا يستطيع أحد أن ينزعه منك. فرح العالم يزول سريعا، تفرح شوية وبعدين تحزن وتتعب وتفقد هذا الفرح سريعا. كتير من الأوقات نضع آملنا وفرحتنا في العالم وفي الناس ونفقد هذه الفرحة سريعا. لا يوجد إنسان في العالم يستطيع أن يفرحك كل الأيام كل الوقت أبدا، فقط المسيح هو الذي يعطيك الفرح الكامل الذي لا يستطيع أحد أن ينزعه منك. لا يوجد وضع معين في العالم يستطيع أن يفرحك كل الأيام، ولكن المسيح وحده هو الذي يستطيع أن يفرحك كل الأيام. عشان كده أول طلبة نطلبها هي روح الله القدوس يحل فينا، يعمل فينا، ينير عقلنا، يبارك مشاعرنا، علشان نفهم إرادة الله، نفهم إرادة الله. لأنه زي ما بولس الرسول كلمنا قال إن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، وهو يشفع فينا ليه؟ لتحقيق مشيئة الله، فهو تحقيق إرادة ربنا. وبالتالي هنا عشان أنت محتاج أنك تعرف إرادة ربنا في حياتك، عشان لما تطلب تطلب بحسب إرادة الله، مش بحسب إرادة العالم، ومش بحسب إرادة نفسك، ومش بحسب شهوات العالم ومظاهر العالم، تطلب بحسب إرادة الله. طب إيه هي إرادة الله الصالحة اللي المفروض أنت تعرفها جيدا؟ هتلاقيها واضحة جدا. الله بيكلمك كل يوم من خلال كلمة الله المكتوبة، الإنجيل المقدس، يعمل فيك، يديلك رسالة واضحة كل يوم. كل ما بتفتح كتابك المقدس ومداومتك على كلمة الله ومعرفة إرادة الله من خلال كلمة الله الصالحة، هتبص تلاقي حياتك كلها في استقامة، تعرف كلمة ربنا،
روح الله القدوس يعمل فيك. وإذا احترت ربنا أقام لنا مرشدين روحيين أباء اعتراف، الكنيسة حطت لنا سر عظيم اسمه سر الاعتراف، الله يتكلم معك من خلال أب اعترافك. عشان كده مهم جدا انك تختار أب روحي تقي في يحيى في حياة التقوى والفضيلة والاستقامة، علشان لما يعطيك مشورة يعطيك مشورة صالحة. وبالتالي هنا تبص تلاقي حياتك مربوطة أساسا بإرادة الله، الله يعمل فيك علشان تحقيق إرادته. طب إرادة ربنا هي إيه؟ هي حياتك الأبدية، وحياتك الأبدية سر أن يعطيك الملكوت، خلقك من البداية علشان تستمتع بالحضور الإلهي. يعني خلقتنا على صورته عشان نستمتع بيه، وأراد لنا المثال علشان نستمتع بيه، وتجسد من أجلنا علشان إحنا نصير مثله، أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوين حسب قصده، ليكونوا مشابهين لصورة ابنه. أنت مدعو منذ البداية أن تكون مشابها لصورة المسيح، وبالتالي حياة أبدية. فرحتك الأساسية هي حياتك الأبدية، فرحتك الأصيلة هي حياتك الأبدية. الحاجة اللي تحزنك الوحيدة إنك تزعل ربنا بإنك تمشي في خطية، إنك تبص بعيد عنه. مجرد إنك تبص بعيد عن ربنا هو ده الحزن الحقيقي للإنسان. نفوسنا مخلوقة أساساً إن فرحتها إنها تنظر وجه الله، تنظر دائماً إليه. فما أفضل للإنسان إنه ينظر دائماً إلى وجه الله عشان يعرف إرادته، فهتكمل فرحته. مفيش فرحة في العالم هتفرحك قد إن ربنا ينظر إليك بعين الرحمة والرضا. لما تشعر أن الله راضي عن حياتك، راضي عن تصرفك، تقدر تقف قدامه وترفع إيديك وتنظر إليه، وهو ينظر إليك بفرح وابتسامة، ينظر إليك برضا، ينظر إليك باحتضان، يحفظك في كل أيام حياتك. هي دي فرحتك الكاملة. ليس هناك فرح يدوم للإنسان أبدا إلا هذه الفرحة. عشان كده في كل مرة الإنسان يتعرض إلى نوع من التشويش أو من نوع من الاختبار أو إلى أي نوع من المشكلات ويحزن في داخل قلبه، ارفع عينك لربنا وانظر إليه، هو ينظر إليك، هو يراك، هو يراك. ولما بيراك بيعطيك، بيعطيك حسب إرادته الصالحة. لكن لو أنت حبيت تاخد إرادتك الخاصة وتبتدي تبص إلى طرق أخرى للحصول على احتياجاتك أو ما تطلبه، تفشل. يعقوب أبو الآباء ربنا وعده من قبل أن يولد، ووعد أمه أنه الصغير هو اللي له البركة والبكورية، وعد. لكن لما كبر وأمه ابتدت تشوف طرق ملتوية، راحت ادت له هذه الفكرة وخلته يخدع أبوه، وفضلت الخديعة. صحيح خد البركة، بس فضلت الخديعة ملازمة ليه طول أيام حياته، طول أيام حياته، لأنه مشي بطريق ملتوي وخدع أبوه إسحاق علشان ياخد اللي ربنا وعده بيه. طب ما ربنا كان بيديهولك بدون أن تطلب، ده أنت لم تكن تعرف شيء وربنا ادهولك. لكن الخديعة والطرق الملتوية وأن الإنسان يبص بعيد عشان يحصل على الأشياء عمرها ما تنفع. فضل يعقوب أبو الآباء يختبر
كل أيام حياته خديعة، يخدع أخوة أولاده ويخدعوا اللي حواليه، وكانت نفسه مرة. حتى الحتة اللي سكن فيها في شكيم بنته عملت له مشكلة ومررت حياته. عشان كده اوعى تطلب أبدا مال العالم، اطلب المسيح نفسه وهو يعطيك بحسب إرادته الصالحة، وإرادته الصالحة كافية مشبعة خيرة كاملة ترفعك وتباركك وتبص تلاقي حياتك مليانة فرحة. حتى ولو كنت في عمق مشكلة هتلاقي نفسك من جواك حاسس بالإطمئنان والرضا، لأن الله هو الذي يبارك حياتك. عشان كده السيد المسيح لما قال لنا اطلبوا فتأخذوا فيكون فرحكم كاملا. هتطلب إرادة الله أولا، وتطلب ملكوت الله أولا، وتطلب رضا ربنا في حياتك، تطلب استقامة حياتك. عشان كده لما تواجه مشكلات في العالم سيكون لكم ضيق. بكل تأكيد كل الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. أي مرة أنت عايز تمشي باستقامة في حياتك، العالم عايز يمشي بالتواء وخديعة، وأنت عايز تمشي باستقامة، العالم يضطهد أولاد الله الذين يحيون باستقامة. ولكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم. عشان كده كل ما تبص لربنا، كل ما تبص لربنا هتلاقي نفسك إيه؟ هتلاقي نفسك بتستودع نفسك في يد خالق أمين يحفظك ويرعاك ويباركك. هذا الخالق الأمين اللي في حياتك هو اللي بتعتمد عليه. ثقوا أنا قد غلبت العالم، ثقوا أنا قد غلبت العالم. هذه الثقة هي لك، بتثق في محبة الله لك، بتثق في حكمة الله لك، بتثق في قوة الله في حياتك، بتثق في أنه يعطيك حياة أبدية، بتثق أنه قادر على كل شيء، بتثق أنه يعطيك هذا السلطان على كل خطية وعلى كل شر وعلى كل شبه شر. بتثق أنك هذا السلطان اللي ربنا ادهولك، أعطاك السلطان أن تدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. يبقى هذه الثقة التي لنا بس أن احنا ناظرين إلى المسيح، هو يراك، أراكم فتفرحون، ولا ينزع أحد فرحكم منك. إن كنت عايز فرحك يدوم على الأرض وفي السماء في الأبدية، فقط انظر للمسيح، فقط آمن، فقط عيش بالتقوى، فقط عيش بالاستقامة، فقط عيش كما يرضى الله بحسب إرادته الصالحة في حياتك. وإن عشت كده هتلاقي حتى لو كان لك ضيق يكون لك النصرة في كل أيام حياتك. ثقوا أنا قد غلبت العالم. ربنا يدينا هذه النصرة ويبارك في كل أيام حياتكم، ولإلهنا المجد إلى الأبد أمين.